طيب ده الحقيقة القصة. خلينا انا اروح للدكتور مصطفى جويش، خبير الوبائيات ومسؤول سابق بوزارة الصحة المصرية. دكتور مصطفى اهلا بحضرتك. يا استاذ محمد، يا استاذ دكتور مصطفى، يعني انت في بريطانيا، ايه اخبار الوضع عند حضرتك، وتقدر توصف لنا الوضع عامل ازاي داخل العاصمة لندن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضرتك استاذ محمد وللساده المشاهدين. هو الحقيقه الوضع طبعا في بريطانيا، زي وزير الصحه البريطاني اعلن انه اصبح خارج السيطره، بمعنى ان لازم حاليا كل واحد يخلي باله من نفسه. هو قال نعتبر كل واحد يعتبر نفسه مصاب، الى نسبه العكس اللي بقت قاعده حاليا في بريطانيا، لان من يومين طلعت اجراءات الغلق لجميع لكل شيء لابد احتفالات هذا العام براس السنه. الكل موجود في حجر منزلي لجميع الناس. المحلات بدأت إغلاق لمعظم المحلات اللي غير متصلة بالأكل والشرب، غير كده كله أصبح مغلق حاليا. تعليق السفر والمخارج والمداخل معظمها حاليا فيها قيود شديدة جدا، في مناطق مغلقة بالكامل بين الولايات حتى، أو التنقلات بين المقاطعات وبعضها. والحقيقة يمكن هو كان ده السبب أن رئيس الوزراء أعلن من في التحور الجديد بقى 70 ضعف انتشاره عن المرات السابقه، وتم رصده فعلا في اماكن كثيره. بدا يصيب الاعمار الصغيره في السن زي الاطفال او الشباب، بخلاف النوع السابق اللي كان بيصيب كبار السن. فبالتالي اصبح الكل عايش في حذر وترقب لهذا الوضع الجديد او تلك الانتشار السريع للتحور الجديد اللي حصل للفيروس. طيب المعلومات المتوفرة حتى الآن عن الحالات السرية، عن السلالة الجديدة، إيه هي بخلاف انتشارها السريع يعني؟ الكلام إن هو أشد أسرع انتشارا، ولكن أشد أقل في الخطورة أو المضاعفات. يمكن هو الحالات السرية بالكثرة يمكن عشان الانتشار، لكن الخطورة أقل. ودي الحالة الميزة في هذا التحور الجديد للفيروس في الفترة الحالية. لا بس انت بتقول ان هو يا فندم اقل خطر، اقل اشد اقل خطر يعني، اقل في الخطوره لكن اكثر في الانتشار. بس منظمه الصحه العالميه قالت اقل تسامحا. هو الكلام كله حاليا هنا على موضوع الانتشار سريع جدا، لكن هو يمكن نسبه عدد الوفيات بيزيد. يعني مثلا اول امس ضرب في يوم واحد 27,000 مصاب في بريطانيا، وكان في المقابل 550 وفاه، لان الانتشار الحالات. معلش يا دكتور مصطفى، الانتشار ماشي، الكل اجمع على انه الانتشار سريع وواسع، لكن انا عندي حضرتك قلت انه اقل خطوره. حد من منظمه الصحه العالميه امبارح قال اقل تسامح، يعني التضارب ده كيف تراه؟ لا هو يمكن عدد الوفيات زاد لان العدد المصابين زادوا، في نسبة وتناسب مع زيادة عدد الإصابات بصورة عامة، لكن المضاعفات الخطيرة ليست بالخطورة زي موضوع الانتشار. طيب دكتور معلش، يعني برضو في تضارب في تصريحات المصريين، الحكومة المصرية والقطاع الطبي حول عدد السلالات في مصر، إلى كيف ترى هذا التضارب؟ هو الحقيقة عندنا في مصر ظهر أول حد يتكلم في عدد السلالات كان الدكتور عوض تاج الدين، المستشار العلمي الطبي برئاسه الجمهوريه، قال من حوالي 3 اسابيع ان مصر فيها 7 سلالات لفيروس كورونا. طلع بعدها اللجنه العلميه قالوا الكلام ده غير صحيح، وبعدها طلع بعدها باسبوع رئيس اللجنه العلميه قال دول 3 سلالات فقط، منهم سلاله غير 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 غير, غير فعاله. طلع بالامس احد اعضاء اللجنه العلميه قال ان هم موجود ال3 سلالات، وقال ان السلاله الجديده ممكن تكون موجوده ممكن تكون مش موجوده، لكن ارجح انها موجوده، لكن لم يتم التحليل للمصريين لمعرفه وجودها من عدم. هذا الكلام اللي اتقال، لكن الحقيقه لما طلع امس اللي هو احد اعضاء اللجنه العلميه على التلفزيون المصري وقال ان هي تلك السلاله اسرع في الانتشار، الحقيقه وقال المصطلح سلاله، وهي الحقيقه مش سلاله، هو تطور جيني او طفره جينيه في السلاله الموجوده. يمكن خطا علمي لازم يعني ننبه الناس له، ويمكن هذا نقطه في منتهى الاهميه، لان كان عندنا هو فيروس كورونا او الفيروس التاجي بصوره عامه له سلالات كتير، كان اشهرها سلاله سارس اللي كانت في الصين في 2002، ثم السلاله اللي كانت في السعوديه اللي هي الشر المتوسط اللي كانت في 2013، ثم السلاله الجديده اللي طلعت في يوهان في الصين منذ حوالي عام، بيحصل فيها بقى داخل نفس السلاله
بيسموها طفرات جينيه او تحورات في الترتيب الجيني داخل الفيروس نفسه. الفيروس لما يتغير هي عباره عن تحورات داخل نفس الفيروس اللي كان موجود. كان اشهرها تحور ظهر في شهر فبراير الماضي وعمل الموجة شنيعة جدا اللي كانت في إيطاليا وأسبانيا وعملت نسبة وفيات وإصابات عالية جدا. ظهرت تلك التحور الجيني الجديد في 13 جين داخل الفيروس اللي هو عبارة عن بيسموها خيط من الار ان اي او اللي هو السلسلة الوراثية او الجينية لهذا الفيروس. اكتشفوها في بريطانيا وسموها باسم جديد واي 501 زد، وقالوا انها شبه طفره هنا ظهرت في جنوب افريقيا مشابهه ليها. طلع بس الحقيقه اللي كان في بريطانيا مميز جدا في الاسبوع الماضي انها جابت الصحه العالميه معاها شركتها في نفس الموضوع. بدات الصحه العالميه تبحث في العالم كله، لو فعلا موجوده في دول اوروبيه كتير زي الدنمارك وزي هولندا، موجوده في استراليا، وكان سبب قبل كده في الدنمارك طفره مماثله في حيوانات المينك اللي كانت في بريطانيا وعدم وفاء حيوانات المينك. الحقيقه اتضح بكلام الصحه العالميه ان تلك الطفره الجينيه في الفيروس منتشره في دول العالم سريعه الانتشار وسريعه العدوى وبتاخد شرائح سنيه مختلفه، يعني الاطفال او الشباب بخلاف النوع الاصلي اللي كان بيصيب الاكثر لكبار السن، ودي الخطوره بتاعت الطفره الجينيه الجديده. طب دكتور مصطفى معلش، في واحد ليا صديق متخصص في القصه دي بيقول لي ردا على حضراتكم الان، في مصر الاف من السلالات المختلفه ولم يعرف منها سلالة واحدة، لكن المقصود وجود سلالة طفرة جديدة ذات سلوك معين. معنى سلالة مختلفة من نفس النوع هو وجود أي تغيير في المادة الوراثية عن باقي السلالات الأخرى، وحتى إن لم يختلف ناتج التعبير الجيني وتسجيل تلك السلالة على الجين بانك. أنا الحكاية هو أستاذ في الهندسة الوراثية، ما معنى الكلام ده يا دكتور؟ وهل ده صحيح ولا لأ؟ معنى الكلام ده ان عندنا التغيير ليس في نوعيه الفيروس ولكن في بعض وظائف ذلك الفيروس. بمعنى ايه؟ الفيروس هو فيروس كورونا او سارس كوف 2 اللي معروف، لكن العدوى بالفيروس بتتم ازاي؟ الفيروس بيسموه الفيروس التاجي، هو عباره عن جزيء بروتين حوالي هاله دهنيه وطالع منه اشواك او سبايكس. تلك الاشواك هي اللي بتلتصق بالخلايا. طريقه الالتصاق دي هي اللي حصل فيها التحور، اصبحت سريعه جدا. هي مجموعه من الانزيمات اسمها مجموعه انجيوتنسين، كان اللي بيحصل فالتغير حصل في تلك الجزئيه الصغيره من الفيروس، بروتين السبايكس او بروتين الشوكيات جزء من اطراف الفيروس. هذا التغيير في تلك الجزئيه هو اللي ادى سرعه الانتشار ودخول الخارج البشريه بطريقه اسرع. ده اللي ادى الخطوره الجديده وسرعه الانتشار. يمكن ده التعبير ان هو الفيروس هو نفسه ولكن حصل طفره جينيه في بعض اجزاء منه. الحقيقه كان ده الكلام العلمي لتوصيف هذه يعني ده كلام علمي يا دكتور انا قلته دلوقتي. ده كان بتتقال لكن انا بتكلم كتوصيف علمي، لكن يعني في الاستخدام عشان بس الناس ما تقلقش انه مش فيروس جديد، هو نفس الفيروس. والحقيقه الفيروس من يوم ما ظهر حتى الان حصل فيه حوالي 4000 تغيير جيني. 4000 مش 2 او 3، ولكن كان معظمهم غير مؤثرين بالطريقه الكبيره، لكن هذه المره فيها تاثير واضح في وظيفه الفيروس وبالذات في طريقه الانتشار انه بقى اسرع انتشارا عن ذي قبل. طيب دكتور معلش، في خبر وزاره الصحه تناقش مع شركات الغازات الصناعيه توفير مخزون استراتيجي من الغازات الطبيه بجميع مستشفيات الجمهوريه. الخبر قدامنا كده، ما معنى الخبر ده يا دكتور؟ ايوه، والحقيقه الخبر ده يمكن كان فيه فيديو انا شفته على قناه مكملين من حوالي 3 اسابيع في مستشفى حماية تاي البارود، لما كانوا العمال الناس الاهالي جايبين صوت اكسجين وبيدخلوا المستشفى لان الاكسجين خلص فجاه. الخبر اللي جاب من الوزيره في اجتماع امس حقق له معنيين. المعنى الاول ان توجد حاجه ماسه لنقص الاكسجين في المستشفيات، وان في مرضى كتير جدا محتاجين اكسجين حاليا في المستشفيات بخلاف المعلن الرسمي من الوزاره. الوزيره بتقول ان عندها العنايه المركزه 47% فقط اشغال، لكن بالمعنى ده ان فوق 90% انهم محتاجين اكسجين اكتر. دليل الوزيره بقيه الكلام بتقول انها منعت الاكسجين في العمليات الجراحيه بطريقه معينه وخلته في اماكن غير اماكن وركزته على الصدر اكتر، يعني بقى في تحكيم لتوزيعه لان في حاليا حاجه منحه له.
الجزئيه الثانيه الحقيقه في كلام الوزيره ان بدات تتكلم على ثلاث حاجات، على موضوع شبكات الغازات في المستشفيات، وده موضوع المفروض يكون موجود في جميع المستشفيات من 10 سنين مثلا. بتتكلم على توفير اسطوانات وتوفير تنكات. والحقيقه ان عندنا في مصر حاجه بيسموها كود المستشفيات او نظام الانشائي للمستشفيات، ده طلع في سنه 2010. والحقيقه انا شاركت في وضعه، هو الدكتور بحوث الاسكان اللي موجود في الدقي. هذا النموذج بيقول لازم كل مستشفى يكون فيها تانك اكسجين سائل مش اسطوانات. ليه؟ لان ده بيدينا وفره للامكانيه. الحاجه الثانيه ان اجهزه التنفس الصناعي لو اديناها اكسجين من الاسطوانات اللي احنا عارفينها دي بتسد وبتبوظ بسرعه، لان فيها جوهره واثق، لانه غاز مضغوط. اما تانك الاكسجين فده المفروض فيه غاز سائل. كان عندنا خطه في الوزاره من سنه 2012 لاستيفاء تنكات الاكسجين لجميع المستشفيات. انا مندهش جدا زي دلوقتي بعد 10 سنين من تلك الخطه اللي بداناها وقتها. اللي واضح ان السكايب عندك يا دكتور تطور في تخلف مشكله، بالنسبه للعالم السكايب عندك يا دكتور في مش مشكله، عارف. معلش اخر انا سامع جملتين كويس. اتفضل. اخر جمله ان عندنا خطه في الوزاره من سنه 2012 بتوفير تانك الاكسجين السائل لجميع مستشفيات الجمهوريه. واضح ان هذا الكلام تعثر بعد 2013 ولم يتم بالصوره الكامله، بدليل ان لسه في اسطوانات. لان اجهزه التنفس الصناعي ده اجهزه معقده جدا. الغاز اللي في اسطوانات الاكسجين اللي احنا عارفينها دي بيسيب رواسب لانه غاز مضغوط داخل الاجهزه. اما تانك الاكسجين السائل ده هو الانسب للاجهزه الحديثه. فكون الوزاره لسه بتتكلم النهارده مع هتوفر لسه الاسطوانات والغازات، معنى كده ان في قصور في الجاهزيه طول تلك السنين الماضيه. طيب انا بشكرك الدكتور يعني مصطفى جاويش، هو سأل الموضوع وصل. لكن دكتور مصطفى جاويش سؤال اخير لحضرتك، سؤال اخير خالص لحضرتك معايا. انت مع ان احنا نعلن عدد الوفيات ولا ما نعلنهاش رفقه يعني رأفه باللي بيطلعوا حالات ايجابيه؟ هو الحقيقه يمكن ميزه بريطانيا موضوع الشفافيه، لان الناس لما تعرف هتبدا تاخد حذر. لكن لما نبدا نبسط الامور للناس ونتكتم على الاخبار والناس حاسه بيها، بندي للناس نوع من اللامبالاه ونوع من الاستخفاف بالمرض. المرض موجود، المرض حقيقي، الناس حاسه بيه. احنا مش عايزين نخوف الناس، وبرضه ما نهون لا نهون ولا نهون، الحقيقه تبان. وبعدين كورونا ليست وصمه، المتوفى بيموت نعرف السبب، لان لما نقول كورونا هنبدا نعمل تقصي وبائي لاهله، نعمل مسحات للمخالطين، نمنع انتشار المرض. لكن لما نتكتم بعدين المرض هينتشر اكتر من غير ما نعرف، وهتبقى مشكله اصعب من الاعلان بحد ذاته. انا اؤيد الاعلان بهدف التقصي الوبائي مدى الانتشار. ناس تعمل حسابها، تاخد احتياطاتها، تحاول تتجنب مخاطر ذلك الكارثه الموجوده في الامور الوبائيه في هذا المكان. بشكرك الدكتور مصطفى جويش، بشكر حضرتك جدا. على كل حال الدنيا كلها في حالة رعب وفزع في العالم كله. كورونا في الطور الجديد أو في السلالة الجديدة أصبح خطر شرس جدا، لكن عافانا وعافاكم الله. إن شاء الله تبقى الدنيا أفضل من كده. السلالة الجديدة ظهرت في عدة دول، حتى منها إفريقيا، ظهرت في إفريقيا أيضا. فنسأل الله أنكم كنتوا بس يا ربنا يعافيكم وتاخدوا بالكم.